السلام عليكم أعزائي الطلبة، أهلا بكم اليوم في هذا الفيديو يعني الطارئ حول موضوع يعني فيروس كورونا وأثره على السداسي الثاني بالجامعة الجزائرية. طبيعة الحال الجامعة تأثرت كغيرها من القطاعات ب يعني انتشار فيروس كورونا، وكان يعني لابد من بعض الإجراءات الوقائية الواقعية من أجل حماية هذا الوسط. منها أولا تمديد العطلة، يعني العطلة قد مددت 3 أسابيع عوضا عن 2 أسبوع كإجراء وقائي لحماية كل من في الوسط الجامعي. كذلك تمت يعني تحت رعاية الوزارة المعنية في كل الجامعات عملية يعني تفعيل دروس على الخط، يعني دروس أونلاين، يعني الأساتذة في بعد الأزمة هذه يعني تم استدعاؤهم وقام بوضع يعني دروس يعني على الأقل شهر من الدروس والتمارين اللي يعني تحسبا لأي طالب، يعني الطلبة يقدروا يخشوا منصة المودل، منصة المودل موجودة في الموقع الجامعي في أي جامعة، يدخلها الطالب يعني يشد الدروس نتاع يعني السداسي الثاني حوالي مدة شهر من يعني أخذ العطلة. هذا طبيعة الحال يعني كإجراء وقائي، في حالة ما إذا الفيروس انتشر أكثر فأكثر، يعني الدراسة طبيعة الحال تعطل، خاصة إذا كان يعني هناك علامات على وجود إصابات داخل الجامعة. لكن في الوقت الحالي بالنظر إلى يعني وش قالت الوزارة هو أنه العودة الدراسة يوم 5 أفريل، يعني الانقطاع هذا تاع العطلة 3 أسابيع وهو انقطاع يعني نقول هنايا انقطاع فقط مؤقت، يعني التأثر هذه في الجامعة هو تأثر كذلك غير مباشر، يعني لحد الآن الرزنامة تقريبا راهي مفتوحة، ما كانش تأجيل وما كانش تقديم، مفروض أن كل شيء فيما في وقته كما هو معد مسبقا. ولكن هناك من يقول أنه قد يكون هناك تأجيل، قد يكون هناك تقديم مثلا أو سبتمبر السداسي الثاني، ولكن هذه كلها إشاعات وهدرة يعني لا محل لها من الإعلام. يعني الإنسان يبني على الواقع، وهو أنه السداسي الثاني يعني راح يكون نوعا ما استثنائي إذا كان يعني انتشر فيروس. إذا كان الحالة كما لحد الآن يعني كما هكذا نفس الشيء راح تكون الأمور تجري يعني مع احتياطات وقائية غير مباشرة. أما أنه يتأجل يعني امتحان السداسي الثاني وتصير تغييرات يعني جذرية، فأنا لا أظن ذلك. يعني الإنسان فقط هنا يستعد خاصة للامتحان الثاني بدروس أولا السداسي الثاني يعني شهر فيفري اللي قريناه، يعني كل هنا يعني هذه راح تكون يعني لاباز نتاع السمستر الثاني اللي قرا شهر فيفري بالجامعة ونص شهر مارس، فليعتبر انه هذيك الفتره هي يعني العمده والقاعده الرئيسيه من اجل امتحان سداسي الثاني، بالاضافه الى ما تم وضعه في المودل. يعني الدروس هذه تحط الان يعني من اجل الشهر المقبل نتاع في المودل، كذلك راهي معتبره يعني محسوبه من اجل سداسي الثاني. لكن اللي قريناه في الجامعه في فيفري وفي مارس هو العمده الرئيسيه والركيزه الاساسيه، فهمنا. بعد العطلة إن شاء الله إذا كانت أمور صارت عادية راح نخش نقرأ عادي، كذلك نفس الشيء راح يجينا رمضان نفس الشيء، نمشي الأمور كما كل عام إن شاء الله، وراح يعني تجي الأمور إن شاء الله بشكل عادي. يعني الإنسان ممكن له يكحلها ويخلق بعض هكا الفرذبات وبعض الستريس وبعض الإشاعات يتخلي الطلبة يعني تبرترباو يعني يبدو يتكهنوا في المستقبل. انت ماكش مطالب بالمستقبل يا اخي، مطالب بالحاضر. عندك امتحان يعني المفروض يكون بعد يعني العيد الفطر ممكن في غالب الظن، وعندك يعني بعد العطله شهر حوالي شهر دراسه او شهرين ونص، شهرين او شهر ونص حوالي هكذاك. يقرا الانسان عادي ويعتمد اساسا على كما قلنا واش قلنا في فيفري وفي مارس وما يعني الشيء اللي قراه كذلك بعد العطله، اذا كان هناك بعد العطله ان شاء الله دراسه عاديه، فهمنا.
فقط الانسان ماذا به الفتره هذه يستفيد من يعني الانترنت ويكون انسان ايجابي، يعني انسان ايجابي. اذا كان استاذ في موديل معين حط لك دروس معينه روح هزهم من الانترنت. شخص حط لك بوليكوب في الفيسبوك روح هزهم. شخص حط لك مش عارف انايا هكا دي زيتاب نتاع الدروس اللي تقراها بعد العطله روح ابدا حذر من دركها. اما انك تصبح قد تحكي فقط على الكورونا وما كورونا وكورونا وما كورونا وما كورونا وما يعني هذا نوعية من السلبية والإنغلاق الذهني. الإنسان ما يخليش نفسه دائما يتبع وسرة وتتر الناس فقط. أخرج من القوقعة هذه. فهمنا وفكر في السلسل الثاني اللي هو عبارة عن يعني سلم النجات إلى السنة المقبلة في الجامعة إن شاء الله. والإنترنت كما تعرف فيها كل خير، يعني حتى بلا المودل وبلا يعني بلا هذه الامور الوزاريه اللي رسميه جاريه، الانترنت فيها كل شيء. فقط يعني الانسان يسجل الاسد تاعو يعطوه دروس مثلا المقبله اللي قاعد في السمستر الثاني وش هي مثلا يقراها حتى في العطله وحده وتوكل على الله سبحانه وتعالى. اذا خاوتي لخص ونقولوا الامور ان شاء الله جاريه بشكل طبيعي، واي تغيرات اللي وقعت هذه واللي صارت راهي عباره عن تاثر طبيعي غير مباشر، فقط من اجل الحمايه والبقايه وليس من اجل تغيير كل شيء وقلبه راسنا على عقله. اذا بالتوفيق، والانسان يكون ايجابي دائما ويقرا عادي، يبتعد عن السلبيه وعن الاشخاص السلبيين اللي لا كلام لهم الا كورونا كورونا كورونا. هيا السلام عليكم، صحه.